بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نالي شرف كبير أني متسمع على رأس الإدارة الجهوية للصحة لبن عروس، ونعتقد أن اليوم الناس اللي جاتني بكلها تحبني من هكذا. بكل صراحة أنا وجدت فيها وجدتني فرصة باش نرجع القليل القليل من الكثير الكثير اللي أعطوني الجهة هذه. وبالتالي أحب نشكر السيد الوالي اللي نالي شرف أنه يحضر معنا في الحفل البهيج هذايا. نشكر السيد محمد أول، نشكر السيد رئيس البلدية سي صفوان اللي هو خويا وصديقي وعشرة أنا وياه، نشكر سي نبيل مدير القصور سبيطار القصور، نشكر الأخت عائشة فاعلة سياسية في مدينة محمد أنف، ونشكركم الكل. والله لو كان نجم نقدم ولو إضافة بسيطة للجهة تاعي نكون فرحان برشا. لخيالي اللي قدامي نشكركم برشا على حضوركم ونعمل عليكم. والحقيقة تقال أنه في الجهة فما برشا ناس رجال يحبوا الجهة نتاعهم، يحبوا العمل نتاعهم وعندهم من الكفاءة الشيء الكبير اللي يخليهم يتصدوا لبرشا أشياء ربما سلبية قاعدة تقع في بن عروس وغير بن عروس. وإن شاء الله اليد في اليد الناس الكل يقدموا بالخدمات الصحية في الولايات نتاعي. إذا عندي ملاحظة نحب نقولها، نحب نتوجه بها طبة بن عروس، طبة بن عروس، ولاية بن عروس اللي هو زملائي معهم برشا، ونحب نقول لهم اللي المثل يقول ليس الفقير من فقد الذهب بل الفقير من فقد الادب. والاطباء نتاعنا نحبهم ما يفقدوش الادب مع المرضى اللي تجي في المستشفيات وخاصه المعوزين منهم. فالمريض الفقير ولو انه مثل اخر يقول ليس العيب ان تكون فقيرا بل العيب ان تخجل من الفقر. المريض الفقير اللي يجيك روعة فوق ربي سبحانه وتعالى تشتكي من خدمتك وتربح في جهده أجر وثواب. واحنا معاملين على طبتنا باش يقدمونا يد المساعدة بالضمير المهني المعمول عندهم. وإن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي باش نقضيها أنا بطبيعة الحال معايا رجال منهم الأخ صفوان اللي هو صديقي وزميلي واللي هو لهينا تسجيل إيجان في الولاية، منهم سيحات معايا في الإدارة الجهوية، منهم سيحات الطيف، والكثير الكثير من المسؤولين على القطاع الصحي في ولاية بن عروس. نحب نشكر كذلك صوت الحق سي بدر الدين جبنين، حقيقة إنسان لا يخاف لومة لائم في كلمة حق، وعشرة أنا وياه ومسيرة أنا مصلي يعني به هو ولد الصحة، وديما على حتى كيف يعلق في الصحف ما ينجم يقول كان كلمة حق. نشكره سي بدر الدين ونشكره السيد الوالي خاصة اللي نورنا اليوم بحضوره. والله معكم على تحلفوني فرق كبير ما بين سيد الوالي اللي قاعد بجنبي على يساري وناس اخرى عرفناهم في الماضي ونقولوا نحن ربي يديهم ويصلح حالهم. وفما مثال اخر
قالوا شاعر هذا البيت الشاعر هذا يقول خليني ربما نرجع لبيت بن عوس. يقول الشاعر: لقد فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب الا للحبيب الاولي. بن عوس في قلوبنا وتونس في قلوبنا، وان شاء الله يا ربي تقدمونها الاضافه اللي نجموا نقدموها لها باش كي واحد يخرج من بن عوس يقول راهو فلان فعل، راهو فلان عمل، وان شاء الله نعملوا كان البال. ما نطولش عليكم، نحب نمرر الكلمه السيد الوالي اللي حقيقه شرفنا بحضوره اليوم. تفضل سيد الوالي.